لو انت محتاجه تخسي وتلاقي فرق في المقاسات من اول اسبوع مش من اول شهر او شهرين لازم تطلبي الكورس بتاع النهارده. الكورس بتاع النهارده مش هقول لك خصم 20 ولا 30%، الخصم 65%. ما شاء الله 65% مش هياخد كورس واحد بس، لا اللي هيطلب الكورس بتاع النهارده هياخد عليه كورس هديه كمان غير اللي فيه كبسولات الهديه بتاعه النحت. هقول لك كل حاجه بتعمل ايه عشان الناس بتتوه، انا هاخد كبسولات ايه، طب هي هتعمل لي ايه، طب انا عندي مشكله في منطقه البطن، منطقه الارداف، عندي دهون في ظهري مضايقاني، في كتفي شكلي مش تمام، فانا محتاجه انزل في الوزن. فالكورس النهارده عليه 65% خصم، هاخد كورس عليه هديه ده غير الكبسولات النحت. الكبسوله الاولانيه هتسد لي الشاي، يعني هتقفل لي بقي بمعنى اصح، يعني مش هاكل خالص، لا هاكل بس مش اللي هو انا بقى متضايقه او متضايقه بقى عشان ما باكلش الحاجات دي، لا انا هاكل بس مش هقدر اكمل. في فرق ما بين ان انا منعاكي عن الاكل، في فرق ان انا هقول لك كلي اللي انت عايزاه او اي حاجه موجوده زي طاجن زي ده، هتبقي تقول لك لا ما تاكلوش. طب ينفع ناخد الكبسوله بعد يسرا؟ لا الكبسوله لازم اخدها اول يوم خالص من اول اليوم عشان هتسد لي الشاي طول اليوم. يعني قبل الفطار، قبل الفطار بنص ساعة باخد الكبسولة على كوبايتين مية، دي هتسد معايا الشهية وهتفتت لي الدهون. ايا كان الدهون اللي عندك صعبة، الكورس موفر جدا، الكورس بأقل تكلفة هتقدري تنزلي في 60 يوم 35 كيلو. ما شاء الله 35 كيلو، وعارفين ناس بتقول لك انا بقعد سنة انزل في 4-5 كيلو. ايوه وبعرفش اوصل لهم كمان وبرجعهم تاني أسوأ. بالظبط بترجعيهم عشان انت منع اصلا الاكل. فانا بقول لك انت هتاكلي وهتخسي، هتاكلي الدهون الصعبة اللي عندك. انا عملت دايت كتير، خدت منتجات كتير ما جابتش معايا نتيجه عشان الادويه اللي بره مش بتبقى عارفه المشكله بتاعتك ايه. لو انا مشكلتي في الشهيه فانا معايا كبسوله هتدي لي الشهيه طول فتره الكورس بتاعتي. هتقول لي طب انا هاخد الكورس ده بعد ال 60 يوم هبدا اتخن تاني؟ لا ليه؟ لان انا مش منعاكي عن الاكل، انت هتمارسي حياتك الطبيعيه بعد الكورس يعني طول فتره الكورس انت بتنزلي، بعمل لك تكميم للمعده. لو انت عندك مشكله في الحرق، عندي الغده، عندي المراره، مشاكل في الرحم، كل ده بيأثر على الحرق. كمان لما اوصل لسن ال 30 بلاقي ان الحرق بتاعي بدا يقل. فانا محتاجه كورس يحفز لي كل ده. انا مش بديكي حاجه سحريه، انا بديكي حاجه فعاله، كورس امن 100% ما فيهوش اي حاجه اللي هو مثلا كيميكال او حاجات، أو حاجه تشتغل مثلا على مثلا هرمونات حاجة او تشتغل حاجة على حاجه في المخ او كلام دي بقى اصعب حاجه شهيره. طبعا ان لما في بعض الادويه لما بتتاخد بتحسي ان هي بتشتغل على مخك، خليكي ستريس طول النهار، متعصبه على ولادك، متعصبه على جوزك، على كل الدنيا. انا بصوا سيبوني في حالي. ايوه بالظبط. احلى حاجه ان هو بيشتغلش على مخك. لا هو بيشتغل على المعده، انا معدتي هي اللي خلتني اصلا ازيد في الوزن. فانا احنا لما بنتولد ما بنتولدش لو بنحب الاكل ومعدتنا كبيره، احنا اللي عملنا كده. فالكبسوله هترجعني للاول خالص، هتخليه تسد معايا الشهيه، هتفتت لي الخلايا الدهنيه، هتعمل لي نحت مع الكبسوله اللي هناخدها هديه النهارده. العرض ده لمده يوم واحد بس لحد الساعه 12.